نعم، نحن هنا يعني وزيرة الداخلية كانت تعقد مؤتمر صحفي روتيني، ويعني كان هناك تعليق بسيط لها على هذا العملية بأن ألمانيا تولي يعني الأمن والإجراءات الأمنية بشكل واسع أهمية، وهذا واضح بأن يعني لم يكن لدى وزيرة الداخلية الكثير من التفاصيل لأن الشرطة لا تزال تعمل في موقع الحادث في مدينة ميونخ، وهذا ما كنا نتابعه من خلال الشرطة في التي كثفت طبعا تواجدها في المنطقة القريبة من القنصلية الإسرائيلية. طبعا المكان الذي تم استهدافه وفقا للشرطة هو مركز التوثيق النازي، وهو مركز يتحدث عن النازية وجرائم النازيين بحق اليهود، وهو هذا المركز ليس بعيد كثيرا عن القنصلية الإسرائيلية. المعلومات الأولية تشير إلى أن شخص كان يحمل مسدس يعني لديه طويل وفق لشهود عيان، وهذا يعني وفق المؤشرات الأولية وفق لشهود عيان أنه ربما كان يستخدم كاتم الصوت أو شيء من هذا القبيل. حتى اللحظة هذه المعلومات المتداولة هي معلومات لشهود عيان لوسائل إعلام ألمانية، وأن هذا الشخص قام بإطلاق رصاصتين أو بعض رصاصات باتجاه حراس في هذا المركز ليرد الحراس وفق الإجراءات الأمنية المتبعة، وأصابوا هذا الشخص وتم تحريده بشكل مباشر. بعد ذلك توجهت الشرطة بشكل أكبر إلى المنطقة، وكان هناك تحليق للمروحية في هذه المنطقة واتخاذ مزيد من الإجراءات. في البداية طلبت الشرطة من الناس عدم التوجه إلى المنطقة، ومن يسكن في هذه المنطقة أن يتخذ بعض إجراءات الحذر والحيطة. لاحقا قالت أنها قد قامت بتحييد هذا الشخص الخطر ولا تتوقع أن يكون هناك أشخاص آخرين حتى اللحظة، وقالت أنها تعمل من خلال يعني انتشار مكثف للقناصة في المباني المجاورة، وأيضا إلى الإجراءات الأمنية في موقع العمليات للتأكد من هوية هذا الشخص المشتبه به، ما هي دوافعه، وإن كان هناك يعني مخاطر أخرى أو هناك أشخاص معه أم هي فقط هذا الشخص يعمل منفردا. كل هذه التفاصيل تتحدث الشرطة على أنها تعمل على هذه المعلومات من أرض العملية حيث تم يعني تمت هذه العملية. بعد ذلك سيكون هناك مؤتمر صحفي لشرطة ميونخ للتفاصيل أكثر ومزيد من المعلومات عن هذا الهجوم وطبيعته.